اهلا بحضراتكم من جديد، يعني نورني وشرفني نجم مصر ونجم الاهلي ونجم انبي او فين كمان كابتن نجم ازاي؟ النجم الجميل الكابتن ياسر ريان جناح مصر. ربنا يخليك يا كابتن حميد. مساء الفل يا كابتن. ازيك يا كابتن ميدو؟ عامل ايه؟ الحمد لله رضا الله. كله تمام؟ تمام الحمد لله. كنا محتاجينك في الماتش والله. لا احنا لا يا السرعات اللي هي ما شاء الله دي لا ما شاء الله اللعيبه بتاع النادي الاهلي، يعني انت عارف احنا طول عمرنا اي حاجه كانت كويسه. اما انا بقول لك بس احنا طول عمرنا يعني النادي الاهلي بيمتاز بكل واحد عنده ميزه كويسه. فاحنا كنا في الوقت اللي احنا فيه الحمد لله عملنا طفره مع النادي الاهلي وكنا لينا بصمات مع النادي الاهلي، والجيل اللي بعد كده عمل بصمات، والجيل اللي بعد كده انت عارف زي ما احنا بنقول، وده الكلام اللي احنا بنقوله اللي هي الرايه بتسلم رايه، دي ده فعلا حال للاعيبه النادي الاهلي. اكيد. يعني ايه اللي بينقص الكابتن حسام بدري في هذه الفرقه كابتن ياسر؟ يعني ايه اللي بينقص؟ يعني ايه اللي هو عايزه؟ ايه اللي نفسه فيه ومش لاقيه؟ كمهارة لعيب، كسرعة لعيب، كتمركز لعيب، كفكر لعيب، مركز من المراكز انت شايفها ان هي محتاجة حد جديد؟ لا يعني احنا الحمد لله نسبيا اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي الحمد لله احنا عندنا المركز في كل مركز كده هتلاقي لاعب واثنين وثلاثه في كل مركز، ودي اللي بيمتاز بينه. والمنافسه بنسميها في مع النادي الاهلي بالذات منافسه شريفه، يعني مش اللي انا مستني بلعب باك ليفت بقى مستني اللاعب الباك ليفت اللي بتاعي يبقى وحش او مش موفق، لا هي بتبقى ظروف بتساعدني في ايه بقى؟ ممكن لعيب يبقى عنده ثلاث انذارات، ممكن لعيب يبقى لا قدر الله اصابه، فانا باخد فرصه، والفرصه دي بس بتبقى زي وحصلت مع حسين السيد لما علي معلول برق كان مصاب او انذارات تقريبا، لا مصاب ورجع حسين السيد كان موجود في ماتش في الدوري نزل سيبت اللي هو لوجود ولا صبر رحيل، هتلاقي في كل مركز كده. لكن انا اعتقد المكان اللي احنا ممكن ان شاء الله هنبقى محتاجينه قوي قوي يعني مع حسام عاشور وعبد الله وعمر وعمرو السليه، هنحتاج برضو ديفندر معانا طبعا مش تقليلا في اكرم توفيق او ان كان اوقات من اوقات ندفت بيلعبها، لكن في المكان ده برضو مع الطريقه اللي كابتن حسام البدري بيلعبها لا اعتقد ان احنا عندك هشام محمد وعندك توفيق وعندك عمرو او عندك عمرو السليه وعندك حسام حسام شو مش موجودين دلوقتي مش موجودين بس انت برضو كل ما المركز ده ما انت محتاج فيه على الاقل ست لعيبه مش اربعه. ليه؟ انت ممكن انذار واحد انذار اصابه تلاقي الاثنين اللي دخلوا بعدها، وده اللي موجود دلوقتي. يعني انت عندك دلوقتي هشام محمد الصاب وعندك كتير قوي في الحته اللي فوق لا الحته مش راس الحربه الجزء اللي هو الثلاثه طريقه الثلاثه اللي هو تحت راس الحربه عندك فيه في المركز ده كتير جدا، عندك مؤمن وعبد الله وعندك كتير يعني احنا مش عندنا احنا فوق تسع لعيبه فالمركز ده متوفر عندي. عندي سيرت باكات برضو محتاج في سيرت باكات، احنا مش بنتكلم عشان المباراه لا احنا بنتكلم للنادي الاهلي بشكل عام. المركز اللي انت برضو محتاجه بامانه هو الاثنين سيرت باكات. انت بتعتمد على رامي ربيعه وسعد سمير ومحمد نجيب، الثلاثه دولت يعني برضو مشكله مش مشكله بس اعتقد الكابتن حسام بدر الفتره اللي جايه برضو يعني هيبص في المكان ده. لكن احنا الحمد لله عندنا في الباكرات متوفر، عندنا في الباك ليفت متوفر، عندنا في راس الحرب الحمد لله بعد كمان ان شاء الله رجوع مروان محسن برضو يعني برضو كل ده عندك الوفره الحمد لله اللي موجوده. فده والنادي الاهلي على طول بيبقى جعان ومش ما بشبعش. حتى وليد ازار لما انا قلت قبل كده لما جاب جوان في النجم الساحلي قلت لا مش ماتش وهيعدي، ده كل ماتش مطلوب منك تجيب اهداف، وده ربنا عطي حته راس الحربه كده في النادي الاهلي مطلوب منك اهداف. جبت ماتش وبعد ماتشين ريحت هتلاقي الجمهور بيطلب منك تاني. فكل ده بتبقى عوامل المفروض يعني ان شاء الله بنتمنى ان شاء الله اللي هي ندخل على مباراه الوداد بايه بشكل احسن ان شاء الله. هسالك من الاخر، متخوف من ايه الماتش اللي جاي؟ لا بص هو الماتش لازم الكره المغربيه يعني انا اعتقد الكره التونسيه يعني كانوا واخدين الموضوع عندهم حته التعالي شويه على كره القدم. يعني انت عارف النجم الساحلي والترجي فرقتين محترمين لا يقلوا عننا كنادي اهلي، لكن احنا الحمد لله كنادي اهلي احنا بنحترم المنافس جدا. يعني بنحترم المنافس جدا سواء اي كره الافريقيه او الكره اللي هي في شمال افريقيا، لكن تخوفي النتيجه دي يعني انا كنت اتمنى المباراه كانت 2-0-0 كنت اتمنى وده برضو دافع 1-1 ده زي ما كانت المباراه هنا 2-2 مع الترجي ما كنتش قلقان. ليه؟ احنا الحمد لله عندنا الحته النعزه الهجومات دي موجوده عندنا اللي احنا بره ملعبنا بنبقى برضو عارفين البطوله خلاص قربت في حاجات كتير قوي بتساعد. لكن برضو فرقه الوداد المغربي فرقه محترمه، فرقه احترمت النادي الاهلي، التصريحات بتاعه اللعيبه والجهاز الفني قال لك حتى النتيجه اللي انا عملتها في القاره دي تقلقني في المغرب، كل ده بيقلقني انا كنادي اهلي بيحترمني كل خطوه بيحترمني.
لغايه ما هو بيوصل للهدف بتاعه. احنا برضو الحمد لله يعني احنا برضو بنحترم الخصم وبنحترم اللي بنلعبه، وده اللي احنا في ماتش الترجي والله ما كان عندي شك ولا 1% اللي احنا الحمد لله هنطلع من مباراه الترجي. وفي نجم الساحلي برضو كنت النتيجه 6-0 6 دي او 6-2 دي ما بتتكررش فترات طويله، وانا قلت كده برضو 6 دي ممكن كل فتره يحصل النتيجه 6 لكن مش هتتكرر كتير. وكنا نتمنى سبحان الله يعني في ماتش لما بنتفرج على مباراه الوداد اول ما الجون جه في مباراه الوداد انا قلت احنا ممكن تمشي زي النجم، فبرضه هما تمسكوا ولعبوا كره فرقه الوداد وتعادلوا. وبعد كده احنا انت عارف في مجريات الماتش الحمد لله النادي الاهلي كان ماسك كوره وراح مننا اهداف بس ما لناش نصيب. يعني انت يعني انا فهمت من كلامك اللي مخوفك موضوع الروح، لا موضوع التعالي، لا النتيجه مش كمان موجوده عند المغاربه، لا ما انا قلتها خالص وبيحترمونا وبيحترموا الكره المصريه وبيحترموا النادي الاهلي بالذات. فالنتيجه بالنسبه لنا النتيجه هي اللي بس مقلقه شويه، نتيجه 1-1 هي اللي فيها جزء من القلق، لكن بشكل عام لا النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله ما عندناش تخوف، احنا عندنا احترام، ما عندناش تخوف، عند الاحترام ده بيبقى موجود. فعشان كده احنا مع فرقه زي فرقه الوداد احنا بنعتبر المباراه اتلعبت على شوطين خلاص. الشوط الاولاني اتلعب في القاهره وده عادي جدا، والشوط الثاني هيتلعب في المغرب، وان شاء الله باذن الله يكون محالفنا الحظ والتوفيق ولاعيبه النادي الاهلي على قد المسؤوليه ان شاء الله. يعني انت كنت متوقع ان كابتن ياسر في مباراه الرجاء الترجي ومباراه النجم الساحلي ان الاهلي هيعدي ان شاء الله، يعني احساسك ايه المباراه؟ ما عشان كده بقول لك النادي الاهلي صعب يخسر في مباراتين وصعب يطلع من بطوله في بطولتين ورا بعض. الحمد لله النتيجه دي بالعكس النتيجه اللي احنا نتيجه الاهلي مع الوداد هنا هي النتيجه بالنسبه لنا مش مرضيه طبعا ما فيش شك، ونتيجه برضو هم فيها محظوظين 0-0 بالنسبه لهم اي فوز بالنسبه لهم برضو يخلوهم ياخدوا البطوله، لكن احنا هدفنا بقى اعلى، الروح بتاعنا روح النادي الاهلي لازم تبقى موجوده في المباراه اعلى. ليه؟ المباراه بالنسبه لنا ده خلاص دي النهائي، ما عنديش مباراه ثانيه، مش هقدر اعوض. تعبت قوي، ما انا بقول لك تعبت قوي في البطوله. طبعا تعبت، احسن فرقه لعبت واحسن فرقه قدمت كوره واحسن فرقه عملت نتائج بامانه. ده انا متفق معاك في الكلام ده بصراحه كده، يعني متفق معاك في 100% وخاصه لعيبه النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي فني النادي الاهلي واداره النادي الاهلي بامانه كل عامل النجاح كان موجود والتوفيق طبعا رب تعالى بعد ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله يكون احنا من نصيبنا، وخاصه لعيبه النادي الاهلي عارفه اهميه المباراه وعارفين ان ده اخر مباراه ما فيش فيها ولا ما ينفعش التعادل بالنسبه لي 0-0 انا خسران. اي نتيجه ايجابيه لفرقه الوداد هو الكسبان، فده كل ده انا اعتقد، وده مرت معانا في البطوله العربيه في المغرب على فكره، وكنا بنلعب الرجاء وكنا محتاجين في البطوله العربيه لابد نكسب الرجاء ما ينفعش حتى التعادل. فده من الحاجات اللي انا بفكرها لك ان الامور ما بتعديش بسهوله مع فريق النادي الاهلي، فعشان كده فريق النادي الاهلي المباراه بالنسبه للوداد هناك انا بقول لك صعبه جدا، وخاصه هيشوف انياب النادي الاهلي، هيشوف فرقه النادي الاهلي، هيشوف روح ثانيه مع النادي الاهلي، في حاجات كتير قوي 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 لعيبه الوداد، واكيد عشان كده لعيبه الوداد بيحترموا النادي الاهلي غير الكره التونسيه، عشان كده اللي قلقنا حاجه واحده احترامهم الزياده ده يقلقنا. والسته اللي الاهلي كسب بين بالزبط. يعني النجم الساحلي كانت حاجه يعني بقول لهم خلي بالكم الاهلي، هم خلوا بالهم فعلا. فعلا، لا هم خلاص اتفرجوا على الماتش وخدوا التحذيرات اللي هي من مباراه واتفرجوا على فرقه النادي الاهلي كويس، يعني هو لو هم متابعين جاي كويسين للنادي الاهلي، لكن المباراه دي بالذات مباراه النجم هم متابعين جيدين قوي ليها، وكانوا بيشوفوا النقط اللي عندنا سواء بالنسبه لهم نقط ضعف او قوه. او شوف هلعب منين وهكسب منين، هم اعتمدوا على نقطه واحده، ده اللي انا شفته في مباراه الاهلي والوداد، بيعتمدوا على الجزء الخلفي اللي كانوا علي معلول، ده اللي هم كانوا مركزين فيه عشان علي معلول، لا هم اتفرجوا على علي معلول في مباراه الترجي، علي معلول في مباراه النجم، لو انت ركزت مع علي معلول كان في الحته دي بيحاول بيعتمد على الهجوم اكتر من الدفاع، يعني هو بيحاول يبقى موجود في الكره الهجوميه عن الكره الدفاعيه، فهم لعبوا على المكان ده وفعلا اشتغلوا عليه. الوقت طلوع علي معلول اتلعبت من ناحيه اليمين كره عرضيه جت جون، مش معنى كده هم شافوا النقطه دي هي ممكن يتعادلوا منها وممكن يجيبوا منهم جون، وفعلا هو الجزء ده ما كل فرقه بيبقى فيها نقاط ضعف وقوه ايا كان بالنسبه للمدير فني، لكن مجمل المباراه احنا راكبين المباراه بلغه الكره، احنا الاحسن، احنا اللي كنا الاقرب ان نجيب هدف، بس
النتيجه بالنسبه لنا نتيجه تقلق، لكن مع لعيبه النادي الاهلي ما تقلقش. يعني يا كابتن ياسر دايما كنت بقول ان الاهلي لما بيستغل الفرص او حتى بيحقق انصاف الفرص اللي بتروح له، يعني لو مثلا جالنا 10 فرص خدنا منهم 5 فرص جبنا فيهم اجوان، دايما بتعمل نتيجه تقيله. بالظبط. مباراه النجم الساحلي كان فيها توفيق ما شاء الله، يعني استغلنا معظم الفرص مع ان احنا ضيعنا. بالظبط. لكن المباراه اللي فاتت كان ممكن تقتل المباراه بهدف ازارو، كان ممكن بعد كده ازارو تاني، يعني كذا فرصه كان غايب عامل التوفيق عندك. مظبوط. اتفضل. ما التوفيق وعدم التوفيق، انت كنت لعيب كره وعارف وانت لعبت في المركز اللي قدام ده وعارف. هل هو توفيق وعدم توفيق؟ ما ده اللي انا عايز اسالك فيه، هل هو يعني فرصه ازارو هل هي توفيق وعدم توفيق ام صربعه من ازارو، مع انه جاب مثلا هاتريك كان جميل جدا، هاتريك منتهى الابداع، هاتريك وممكن تكون ثقه زايده، وممكن تكون ثقه زايده بينه وبين جمهوره. ممكن، انا بقول لك ممكن تكون ثقه زايده، مش ثقه، ثقه زايده على اللي هو يعني في ماتش النجم الساحلي الاهداف برضو خلينا نتكلم بلغه الكوره، الاهداف اللي ازارو جابها اهداف ما ينفعش يضيعها. ما ينفعش يضيعها. ليه؟ الكور بالنسبه له جايه له. ما ينفعش يضيع الهدف اللي فات. ما انا بقول لك، هو سهله جدا. الفيرود الصعب هو اكتر من السهل. يعني الكور اللي جت لازارو في المباراه، لا يعني اصعب جون جابه اعتقد الجون الثالث بالنسبه له، اللي هو الشوط الثاني اللي هو لعبها اعتقد مش عارف لمؤمن باين لعبها له بالعرض او لاحمد فتحي حاجه كده الشوط الثاني. لكن الاهداف اللي الفيرود بيضيعها وهي سهله دي بتبقى بالنسبه له بتبقى مشكله. لكن ازارو لازم يعرف اللي هو الوقت اللي هو الفيرود الصريح في البطوله الافريقيه للنادي الاهلي. والنادي الاهلي بيعتمد عليه بشكل كبير، وكابتن حسام النهارده بيثق فيه ثقه كبيره جدا. لازم ياخد الثقه دي باللي هو يخلي باله ان النادي الاهلي بيلعب بطوله فاينل. يعني ما ينفعش انا اضيع، ما ينفعش انا واحد خلاص ما ينفعش شوت. يعني انا استحملك في ماتشات كتير. انا استحملك وانا كسبان على فكره، يعني انا كفرود انا استحملك وانت كسبان واحنا كسبين 2 وانت ضاع ما فيش مشكله. لكن وانا متعادل انا محتاج فرصه، محتاج اجيب هدف. بالزبط. محتاج اجيب جون. فمين اللي هيجيب جون؟ مش شرط ازار، انا مش بتكلم على ازار، ممكن اي، بس محتاج اجيب جون. فاللي بيضيع فرصه في الوقت ده بيبقى على فكره بيبقى في نفس الوقت هو يعني مش عايز اقول لك بتبقى بالنسبه له مشكله كبيره. ليه؟ انا ممكن استحملك في ماتشات كتير اول انت تضيع. بالزبط. لكن في ماتش زي ده وانا محتاج ان انا اجيب جون، لا مش هستحمل. والجمهور مش هيستحمل. عشان كده لعبت النادي الاهلي تعذر جمهور النادي الاهلي، والمنظر اللي انا شفته من يومين دولت من خلال الشاشات حاجه. هو ده النادي الاهلي امبارح، وهو ده امبارح، وهو ده جمهور النادي الاهلي، وده روح النادي الاهلي. حاجه والله العظيم تفرح. مش جديد يعني، مش جديد طبعا، وبيكرر على طول على مدار التاريخ. لكن انت بتشوف كل مدى كده اللعيبه دي. لازم تعرف اللي محظوظ اللي بيلعب في النادي الاهلي. اللي محظوظ اللي بيلعب في النادي الاهلي. ليه؟ كل الناس بتحب تلعب كوره، لكن اللي انت تبقى موجود مع النادي الاهلي بتلعب كوره دي بالنسبه لنا المفروض يعني تبقى حاجه كبيره جدا. يعني يا كابتن ياسر شايف حته ازارو كان حاجه نفسيه، اول مره يطلع، اول مره يلعب ضد الانديه المغربيه يا كابتن؟ ممكن ميدو، انا جايب لعيب محترف يا كابتن، انا جايب لعيب محترف، انا مش جايب ناشئ. يعني ما فيش حاجه اسمها انا لعيب كره. في ناس انا سمعت كلام كتير احسن لاعب لسه صغير، لسه لعيب عنده خبرات، لسه ما ينفعش. لا لا لا، انا بتكلم في جزئيه معينه، اول مره العب ضد فريق من بلدي. ورده حصلت معايا وانا اول ما جيت من نادي المنصوره. لعبت ضد النادي بتاع القديم اللي هو نادي المنصوره. برضه ما كنتش موفق. بتبقى سلاح ذو حدين. ما انا بقول لك انا مركز قوي ان انا عايز اعمل نتيجه كبيره، خصوصا ان انا مستبعد من مدرب منتخب المغربي رينارد، مستبعدني من المنتخب. فانا عايز اعمل كل حاجه بحيث ان انا اثبت له، عايز اكمل المسيره بتاعتي في الهاتريك اللي انا جايبه، عايز اجيب كمان جول كمان يعززني في نهائي افريقيا، خصوصا كمان ضد انديه مغربيه كمان زي نادي الوداد. فممكن كتر التركيز ده هو اللي خلى ازارو بالشكل ده؟ اه طبعا. ولا هل هو ممكن فعلا اللي هي رده الفعل انا اول مره العب ضد بلدي؟ بص، هي ورده لاول مباراه. اللي ممكن ابقى اللي كل معاك بتفق معاه. ممكن ببص على المنتخب المغربي، ببص اللي انا برده بتفرجوا على المباراه دي بالذات. المغرب بيتفرج عليها عشان دي مباراه فرقه الوداد، برده بلده فرقه من بلدهم بتلعب المباراه النهائيه. كل ده هو ممكن يكون حاطه في حساباته. لكن خلاص، انا جاي لعيب محترف بلعب مع النادي الاهلي احتراما للوداد واحتراما لاي نادي في افريقيا. انا نادي القرن، انا احسن نادي في افريقيا. انا النادي اللي باخد بطولات. انا النادي يعني بص هقول زي ما تقول. فانا مش هقعد كل حاجه بقى اشوف ايه اللي بيريح ازار واعمله، او رايح اجاي واعمله. وانا جايب لعيبه محترفه.
جايب ثلاث لاعيبه او اربع لاعيبه محترفين في موقف ازارو بان في المباراه دي اول مره يبان بالشكل ده. ازارو قبل كده كنت بتلاقيه متواجد كتير بيضيع كتير موجود بيعمل حاجه سبرنتات، لكن ازارو كان المباراه دي تحس ان هو مخطوف بالظبط، مش ازارو ماشي. انا ما انا قلت لك المباراه الاولى انا معاك فيها وانا قررت معايا ممكن الموقف ده ما هو برضه لعيب وبنفس الاحساس، لكن انا برضو لازم انا عايز اثبت وجودي، انا لازم ادوس على نفسي شويه. انا عايز ابقى في المنتخب، في منتخب المغرب. انا عايز زي ما الناس اتكلمت عليا في ماتش النجم الساحلي وجبت ثلاث اهداف، عايز يتقال ان انا صفقه صفقه قبل كده من كتر تركيزك في مباراه كنت طالع بره المباراه كتير كتير. كل ما انت بتدي اهميه للمباراه قوي 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 وبتحط حاجات في حساباتك قوي ممكن تلاقيك ما توفقش. دي مش شخصيه يا كابتن ياسر ولا دي بتبقى خبرات متراكمه؟ لا هي خبرات خبرات. يبقى اذا نلتمس العذر. ما انا 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 بقول لك بس انا في حاجات لازم انا كلاعب، انا بتكلم على لعيب محترف، لعيب جاي النادي الاهلي. انا لما يلعب في منتخب المغرب انا اعذره، بيلعب مع نادي المغرب انا اعذره. خلي بالك انا ترجمت كلامك، ما انت برضو انت كنت قليل، انت كنت حاجه ما شاء الله بالظبط، وبعدين جاي النادي الاهلي وكانت انديه كل الانديه عايزه ياسر ريان وانا فاكر يعني بالظبط، فجيت النادي الاهلي فالموضوع انت بتقول لا الموضوع بيبقى ليه مركز قوي قوي فبطلع بره الماتش بالظبط. انا ما انا قلت لك الماتش اكبر من بس انت بتتكلم يعني تخيل يعني بقى لعيب زي وليد ازارو ما لعب فرقتي فرقه من المغرب اول مره ضد المغرب، انا نهائي افريقيا انا عايز اكمل اجوان انا بالزبط. انا بقول احتمالات اللي انا قلت لك انا مش معترض على الكلام اللي بتقوله بالعكس انا متفق معاك، بس انا لازم في حاجات يعني ممكن عامل السن انا جاي من النادي الاهلي اصغر من ازارو وبرده من نادي المنصوره نادي الاهلي انا جاي من نادي صغير نادي كبير لكن ازارو جاي من نادي مش نادي صغير يعني بالنسبه لك نادي برده كبير جدا انا بقول لك وجاي النادي الاهلي بالظبط وجاي من بلد من المغرب جاي لمصر بالظبط يعني النقله نفسها عاديه مش بالنسبه لك مش بالزبط عاديه بالزبط المفروض بالزبط دي خطوه ليك اللي انا بعد النادي الاهلي ممكن عايز احترف في اوروبا ممكن احترف في اكبر انديه وموجوده لكن في الاول وفي الاخر انا مش عايز احمل ازارو برضو المباراه كلها مش عايز احمل مش عايز احمل بالعكس ممكن ازاره ان شاء الله يبقى السبب اللي يكسب ان شاء الله النادي الاهلي يا رب. احنا بنعتمد طبعا على مش ازاره النادي الاهلي ما اعتمدش قلت لك قبل كده كابتن ميدو على لعيب واحد طول عمرنا ازاره موجود عماد متعب موجود كل ده احنا عايزين ان شاء الله باذن الله في الاول وفي الاخر هم يفرحونا المباراه بالنسبه لنا ما ينفعش نقسمها على اثنين خالص المباراه ما ينفعش خلاص والمباراه اللي هنا بالنسبه لنا مباراه مش بالنسبه لنا نتيجه مش مرضيه للجمهور ولا للجهاز الفني ولا حتى للاعيبه فاحنا بنتمنى ان شاء الله اللي المباراه بالنسبه لنا دي خطوه ان شاء الله اذا ما وصلنا كاس عالم منتخب مصر ان شاء الله انا اتمنى باذن الله من قلب ان شاء الله النادي الاهلي يوصل ان شاء الله مع كاس العالم للانديه وده حاجه شرف لنا كبير يا رب. بيبقى في لعيب مش عارف قيمه نفسه يا كابتن ياسر مش عارف قيمه امكانياته الثقه في نفسه قليله شويه بتبقى موجوده طبعا موجود زي ما انت اتكلمت في الشخصيه واتكلمت في لعيب كره القدم جدا هتلاقي في لعيب عنده شخصيه في لعيب ممكن الشخصيه بتفرق كتير طبعا جدا شخصيتك في انديه زي النادي الاهلي نادي الزمالك الانديه اللي هي الكبيره قوي اللي بقى عليها ضغط جماهيري شخصيتك على فكره بره الملعب بتكسب على طول شخصيتك بره الملعب هي جوه الملعب على فكره حتى لو انا قليل الكلام بره الملعب هتلاقيني قليل الكلام جوه الملعب الشخصيه موجوده لكن من سماتك السمات بتاعتك انت كلاعب كره هي الشخصيه زي ما بنتكلم في التدريب يقول لك اول حاجه في المدرب شخصيته برضه اللاعب اول حاجه ما شخصيته بس الشخصيه بتبقى مختلفه بمعنى ميدو لو انا قعدتك احتياطي ونزلت ممكن تكسبني باخد منك احسن حاجه بس انا اختلف معاك شويه في حته الشخصيه بره الملعب هي جوه الملعب إيه اختلف معاك فيها ماشي يعني في شخصيه بره الملعب تحس ان هي مش هي اللي جوه الملعب خالص يعني زي حسام غالي مش هو اللي جوه الملعب خالص يعني لا بس انت شفت حسام غالي ما بيسلم عليك لا فانت خدت الانطباع في ايه؟ في حسام غالي لما انت بتتكلم على حسام بره الملعب بره الملعب بيسلم عليك فبيضحك في وشك فبتتكسر مش قصدي شخصيه ما انا عارف حسام بره الملعب لا بس مثلا وائل جمعه بره الملعب لا بيهزر ومفيش مشكله لكن جوه الملعب تحس ان هو لابس لا وش. انت بتتكلم على ده تركيز واهميه لا ده تركيز مش شخصيه بالزبط. لكن انا شخصيتي مش هتتغير يعني حسام غالي ممكن يكون وقت غضبه بره الملعب هو جوه الملعب يعني ممكن يتنرفز على حد وده يعني ممكن ده شخصيه لكن التركيز انا اللي بتتكلم عليه ده تركيز اللي هو بره ممكن اضحك واهرج معاك وفي لعيبه ايام ما كنا حتى احنا موجودين في لعيبه بنقعد نقلد في الممثلين ونقلد مش عارف في مين وتقلد في زمان وتيجي وقت الوقت تلاقي شخصيه ثانيه فدي الشخصيه فالشخصيه اللي بره هي اللي جوه شخصيتك انت اصلا يعني كابتن ايمن شوقي
ربنا يديله الصحه بره الملعب كان بيضحك، وفي الملعب برضه بيضحك ويهرب. يعني الشخصيه واحده. كان حسام حسن هتلاقيه واحنا في التمرين مشدود ومتنرفز ومش عارف، ويجي برضه في الماتش هي الشخصيه. فبس اللي هنجي برضه نقول شخصيه اللعيب بتفرق، وخاصه شخصيه اللاعب النادي الاهلي شخصيته بتفرق. عشان كده بديك بقول لك انا كمدير فني اخد منك احسن حاجه، اخد منك احسن حاجه ازاي؟ يعني انت مثلا عايز تاخد من ياسر ران احسن حاجه، تعمل معايا ايه؟ تتجهن في التمرين، كل ما تتجهن في التمرين تلاقيني بدوس على نفسي وعايز ابقى موجود من اللعبه الاساسيه. في لعبه كده ابقى موجود من اللعبه الاساسيه، خلاص انا خدت الهدف اللي انا عايزه. ففي مدربين عندهم جزء كبير من الذكاء اللي هو بيشوف كل لعيب ايه اللي يقدر يعمله. يعني واحد زي عصام عاشور ما ينفعش ما تيجي تعرض احتياطي ما تعرفش تنزله في الماتش والماتش لا. حسام عاشور من شخصيته لازم يبتدي المباراه معاه. في لعيبه نوعيتها كده ما ينفعش تعرض احتياطي. وليد صلاح الدين انا كنت تبتدي بيه وممكن تقعده، في شخصيه كده وليد وهو بيلعب زي هو برضه على احتياط. لكن في لعيبه ما ينفعش تقعد، انا ممكن انزل واغير برضه من شكل المباراه. في لعيبه كانت عندها توازن في الجزئيه دي. لكن في لعيب لما تقعده احتياط وتنزلهم ما يديلكش. فعشان كده اللعيبه كلها بتبقى بالنسبه لنا بنتمنى ان شاء الله برضو احنا هترجع كل ده بنتكلم علشان توصل في الاخر لمباراه ان شاء الله باذن الله الوداد وانت بشكل كويس يا رب يا رب. يعني سؤال هطلع بيك بره شويه يا كابتن ياسر، بره الكوره وبره الوداد والاهلي. عم حسين عفيفي الله يرحمه بالنسبه لك كان ايه؟ بص الله يرحمه عم حسين، كويس اللي انت اتكلمت في جزئيه عم حسين ده. يعني من الناس اللي يمكن عصره اجيال الاجيال. يعني عم حسين من اول يعني انا اوعله وانا حتى في نادي المنصوره مش في النادي الاهلي. ولما جيت النادي الاهلي كان من الناس اللي هي الناس دي. على فكره الراجل ده الله يرحمه غني النفس، عمره ما يمد ايده ولا يطلب منك حاجه. انا بقول اكلمك شهاده حق ربنا يرحمه يعني. وحاجه احنا عصرناه ناس بتحب النادي الاهلي، متواجد مع في النادي الاهلي يوميا. على فكره في تمرين ما فيش تمرين تلاقيه موجود. هو في ناس بتحب النادي الاهلي وبتعشقها، منهم عم حسين، منهم قبل كده الله يرحمه عم حسين اللي هو كان مصوراتي برضه. في ناس بتبقى رموز، زي ما احنا بنتكلم في رموز الكره رؤساء، لا بنتكلم في رموز الكره برضه الناس اللي حبت النادي الاهلي. كلام مهم جدا يعني بيتكلموا الكابتن ياسر يعني على المرحوم الله يرحمه عم حسين عفيفي. يعني برضه يعني كان لازم ان احنا اكلمك في السؤال ده واسالك السؤال ده، عم حسين بيمثل لك ايه؟ لان النهارده طبعا للاسف يعني اللعيبه مسافره فما عرفوش يحضروا لا. الجنازه بتاعته، فاكيد ان شاء الله يعملوا له حاجه كويسه. ده فرد من افراد الناس اللي بتحب النادي الاهلي بدون مقابل. انا عايز اقول لك ان عماد متعب يعني كاتب على تويتر ان شاء الله عم حسين هنفرحك يوم السبت ان شاء الله باذن الله. يعني حاجه جميله قوي. انا قريتها مع عماد وقريتها مع لعيبه كتير وقريتها النادي الاهلي كمان نزلناها على صفحته. ده تقدير وده اقل حاجه. بس احنا عايزين اللي زي ده لازم برضو في جزئيه كبيره يا كابتن ميدو لازم نقدرها. الجزئيه الكبيره اللي احنا لازم نقدرها ايه هي؟ الجزئيه اللي نقدرها اللي هو يتعمل له حاجه كويسه، يتعمل حاجه لبيته، اكيد هو عنده اولاد عنده اسره. كابتن ياسر ايه عم حسين فكل ده الله يرحمه. لا من اجيال من زمان الزمان. يعني انت بتتكلم على واحد عصر اعتقد عصر الكابتن صالح وهو بيلعب وعصر الكابتن الخطيب واجياله وعصر كابتن حسام باجياله عصر هتلاقيه موجود في كل صوره. ومن الناس اللي بتحب النادي الاهلي قلت لك بدون مقابل. وفي منه كتير على فكره مش عم حسين بس، بس ده كان من الناس اللي هي كانت متواجده على طول في النادي الاهلي. احنا نعمل ايه بقى؟ المفروض يعني النادي الاهلي الحمد لله ومجلس ادارته على اعلى مستوى الحاجات دي ما بنتظرهاش. نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يسنده، يسند عيلته، لو عنده حد من اولاده النادي الاهلي يشغلهم يبقى موجود في النادي الاهلي كشغل لموظف او عامل. الحاجات دي كلها يبقى ده اللي احنا بنعمله له. مش احنا نترحم عليه وننساه، لا نترحم عليه ونساعد اسرته. ده المفروض اللي موجود النادي الاهلي، واتمنى من مجلس اداره النادي الاهلي اللي هم يبقوا موجود في الحدث ده موجودين. طيب نشوف الاستاذ نبيل بن شكرون صحفي مغربي. استاذ نبيل اهلا بيك. اهلا كابتن، اهلا اهلا بيك. يعني انا بسعد بلقائك للمره الثانيه في قناه الاهلي، منور مصر، منور قناه الاهلي. انا اسعد اهلا بيك وبضيوفك. انا اسعد يعني انا كنت اتكلمت مع حضرتك وانا فاكر نص حوارنا بالظبط، وحضرتك كنت بتقول ان الوداد لن يكون صيدا سهلا بالنسبه للنادي الاهلي، والوداد عامل حساب النادي الاهلي، والوداد هيقدم مباراه كبيره في القاهره، والوداد مش هيخسر النادي الاهلي في القاهره، وان خسر هيبقى فرق هدف او حاجه. وكلامك فعلا طلع كله مظبوط للاسف.
يعني هذا كلامي كان يعني مبنيا على الاجواء في الدار البيضاء واجواء الفريق والحاله العامه لفريق الوداد البيضاوي. يعني لاحظت ان هناك تركيز كبير والتزام كبير ورغبه كبيره لفريق الوداد من اجل الخروج بنتيجه ايجابيه من قلب الاسكندريه. الامر كان صعب اكيد. الوداد عاش جحيما يعني في الدار البيضاء عندما التقينا اللاعبين اكيد اكدوا لنا انهم عاشوا جحيما هناك في الاسكندريه، ولكن لاعبي فريق الوداد كانوا على قدر المسؤوليه واستطاعوا العوده بنتيجه اقول بين قوسين نتيجه مفخخه. لا شيء حسن بعد، الاهلي فريق كبير نعلم جيدا بالاهلي يعني معظم البطولات الافريقيه التي توج بها فاز بها في مثل هذه الظروف. لذلك في الوداد يمكن ان اقول بان الوداد لا زال مركزا بنفس التركيز الذي كان عليه السبت الماضي. لذلك يعرف الوداد ويعرف عنه بشكل كبير على ان لا شيء حسن بعد وان الامور ستحسم في مباراه فاصله يوم السبت المقبل. اكيد يعني يا استاذ نبيل، يعني شايف المباراه ان شاء الله شكلها هيبقى عامل ازاي؟ هل هي نتيجه 1-1 مطمنه نادي الوداد، ولا نادي الاهلي لن يكون ايضا صيدا سهلا لنادي الوداد في المغرب؟ وحضرتك عارف يعني ايه النادي الاهلي بقيمته، ان النادي الاهلي دايما بيبص على المكسب سواء جوه مصر او بره مصر. شايف ان النتيجه في المغرب ما يعني مطمنه شويه مدير فني عموته، ولا الموضوع هيبقى شكله ازاي من وجهه نظرك؟ من وجهه نظري ربما النتيجه ستساعد الوداد فقط من اجل دخول المباراه مرتاحا بعض الشيء، لن يكون عليه يعني في حال ما اذا كان خسر بنتيجه كبيره سيدخل المباراه اكيد مرتاح شيئا ما، ليس كليا، ولكن هو يعلم تماما ان الاهلي ربما لا اتذكر نسخه 2012 الاهلي ربما كان يفتقد لبركات ولابو تريكا ولمجموعه من اللاعبين واستطاع مع ذلك قهر الترشي بقلب ملعب رابط. لذلك الوداد سيبقى مركز، الوداد يعلم جيدا اكيد الثقه موجوده والرغبه موجوده والجماهير هي يعني تثق في الفريق، ولكن لا شيء حسن بعد. الاهلي اكيد ليس صيدا سهلا، لن يكون صيدا سهلا بالنسبه لفريق الوداد الرياضي، ولكن اظن بان الاهلي لا ليس لديه ما يخسر في نزله الدار البيضاء، سياتي سيلعب الكل الكل. ربما البدري كابتن حسام البدري يجهز خطه لفريق الوداد، هذا شيء اكيد. لذلك عموته سيبقى مركزا في الفريق وسينقل الثقه لفريق الوداد الرياضي من اجل اللعب بثقه، ولكن بحذر في ان واحد من اجل ان شاء الله ان تبقى الكاس في الدار البيضاء. يعني ان شاء الله ربنا يوفق الاحسن باذن الله. يعني برضو شايف ان المدير الفني عموته لما خد فريقه بره الدار البيضاء علشان يعني يخفف من عليهم الضغط الجماهيري شويه، كان قرار صائب ولا كان خلى فرقته في وسط جمهورها؟ هو يعني في جميع الاحوال الوداد لا تفتح عاده في هذه المناسبات لا تفتح الملعب تدريبات للجماهير، لذلك ربما الضغط يبقى بعيدا نسبيا، ولكن اظن بان الوداد اعتاد في الاونه الاخيره على التدرب في في في, في الرباط، وبالتالي فربما عموته لم يشا ان يحدث الاستثناء في هذه المره، واظن بان الامور والاستعدادات تجري على احسن ما يرام. الاستعدادات تمر على احسن ما يرام، التدريبات ربما هناك فقط اصابه الاصبحي او قبل يومين، اصبحي لنا عناصر مهمه داخل فريق الوداد الرياضي، بالاضافه اكيد كما تعلمون الى غياب نجم فريق الوداد ونجم هذا ذلك الامور تجري على ما يرام. الوداد مركز، الوداد يستعد بشكل جيد، وكما قلت لك يعني من خلال التصريحات البارحه تصريحات مدرب الوداد حسين عموته قال على ان لا شيء حسن بعد وسيلعب مره اخرى على نقاط ضعف فريق الاهلي المصري وسيسعى الى استغلالها في هذه المباراه مره اخرى من اجل تاكيد النتيجه الايجابيه التي حققها في المباراه السابقه، ولما لا الفوز في هذه المباراه ويعني تفادي اي سيناريو سيء لفريق الوداد الرياضي يمكن ان يمنعه من تتويج يوم السبت المقبل. يعني اخر سؤال اساله لك استاذ نبيل، هل هناك اطمئنان في الشارع المغربي او الشارع الودادي المغربي تحديدا، ولا في حذر وفي خوف من هذا اللقاء المرتقب للجميع؟ يعني ربما الشارع المغربي هو منقسم الى شطرين، هناك من يرى النتيجه ايجابيه وان النتيجه تقرب فريق الوداد، وهناك من يرى ويعلم بان
فريق الأهلي أكيد فريق كبير وسبق وأن فعلها أكثر من مرة، ولكن حين قربت قليلا من أجواء ربما اليوم نعيش أجواء استثنائية، لأن اليوم انطلقت عملية بيع تذاكر مباراة الأهلي والوداد، ويعني الدار البيضاء تعيش حالة من الحالة غير مسبوقة، يعني سجلت إصابات في صفوف الجماهير التي استشهدت في بالمركب الرياضي محمد الخامس الأجلي التذاكر، ويعني كانت أكثر من 20,000 متفرج، حوالي 30,000 متفرج جاءت فقط للتذاكر، والأمر الذي خرج من يد السلطات، ويعني سجل حالة من الفوضى هنا بمدينة الدار البيضاء. ربما بغض النظر عن جانب أمني وعن جانب تنظيمي، ربما هذا يدل من جهة أخرى على أن جماهير فريق الوداد الرياضي يجد متحمسة وترغب في احتفاظ نادي الكاس هنا بالدار البيضاء، وأكيد ستشجع بكل جوارحها يوم السبت المقبل من أجل دفع فريق الوداد الرياضي لتتويج بهذا اللقب. إذا حالة الجمهور هنا بالدار البيضاء أو بشكل عام في المغرب، فلا حديث هنا بشارع المغرب إلا عن مباراة الأهلي والوداد، والكل يثني على أن الوداد يقترب، نعم هو يقترب من اللقب، ولكن لا شيء آخر ما بات، ما زالت هناك خطوة أخيرة على عموته وعلى اللاعبين تجاوزها من أجل التتويج باللقب للمرة الثانية إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق للكرة العربية، فريقين كبيرين. أستاذ نبيل بن شكرون، شكرا جدا على هذه المداخلة. فريقين كبيرين جدا أو فريقان كبيران جدا جدا، الأهلي والوداد المغربي، مواجهة لن تكون سهلة بالمرة على الفرقتين. الوداد فريق كبير، الأهلي فريق كبير جدا جدا جدا، الوداد عنده جمهور لكن الأهلي عنده جمهور كبير جدا، مصر والوطن العربي كمان. بالزبط. الأهلي لا ينقصه شيء من الخبرة إلا التوفيق يا كابتن ياسر، وده أهم حاجة. أنا ما أنت برضو الكلام كلهم هم ناس محترمين بأمانة، كلموا عن النادي الأهلي بشكل أكيد، وده الطبيعي اللي في الأول، إن هم عارفين إيه فعارف قيمة النادي الأهلي، وعارف المباراة بالنسبة له هناك مش سهلة. فكل ده على فكرة حاجات وفي نفس الوقت على فكرة لعبة النادي الأهلي، إحنا على فكرة هنا بتبقى الماتش بالنسبة لنا صعب لينا إحنا، ماتشاتنا بره بتبقى اسهل. ليه؟ الضغط على الفرقه اللي بتلعب زي فرقه الوداد، فرقه النجم الساحلي في ملعبها، فرقه الترجي في ملعبها، كل ده بيبقى بيتعبهم هم والجمهور بيتعبهم، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي اذا جاب جون في بدايه المباراه هيصعب عليهم المأمورية جدا. انا اللي بقول لك وهيصعب على جمهورهم، وده اللي هم عارفين وعاملين حذر كويس قوي، عشان كده الجيم على فكره بقى مفتوح بالنسبه، احنا كده كده الجيم عندنا مفتوح كلاعيبه نادي الاهلي، لكن بالنسبه للرباط ممكن كان يقول لك انا العب اتقلب على التعادل، لكن لا، الشكل اللي انا شفته مع الفرقه اللي انا اتفرجت عليها، فرقه محترمه، فرقه بتلعب كوره، فرقه عندها هي اقنعتك الاول؟ اقنعتك طبعا طبعا، فرقه ولا شايف ان الواحد واحد ده جه يعني لسوء حظ نادي الاهلي؟ لا، هم لعبوا، هم في الجزء اللي احنا جبنا فيه الجون، احنا حصل عندنا جزء من نوع الايه الارتحايه شويه. هم لعبوا في انهي فترات المباراه يا كابتن؟ لعبوا بعد ما جبت فيهم الجون، الوقت اكتر وقت فيهم لعبوا فيه كويس اول ما جبت فيهم الجون، بعد كده مش موجودين. ده وليد ازارو ضاع، ما انا بقول لك اهو بس هم لعبوا، والدليل هم على فكره الجون بفرق الجون بيننا وجونهم مش وقت طويل، ده دليل هم كان بيلعبك جيم، هو لعبك جيم، هم الجون اللي جابوه فينا كان يعني مهاجم في وسط ثلاث مدافعين ماشي، بس هو جاي قاطع على فكره، ده غصب عن اي كروس رايح له صح، يعني هو اتلعبت الكروس اللي مع الاوفيس وهو قاطع، فبتبقى صعبه قوي على السير ديباك وصعبه على الجول، يعني الاثنين برضو يعني ده موارد اللي انت لازم يحصل منك اخطاء دفاع عشان يجي جوان. لكن عشان كنت لسه بتكلم امبارح على المعلق احمد طيب، انت عارف احنا احمد طيب بقى وزملكاوي هيزيه الاهلي وبتاع، وكنا لكن عمال كان بيتكلم بصراحه يعني عشان يديله حقه، كلام محترم محترم جدا والله بجد الامانه، وكمان قبل الجول يا جماعه خلي بالكم يا جماعه عملوش بلاش مساحات للكروس، هو على فكره وانت قاعد بتتفرج عليه بيتكلم كويس، يعني هو انا على المستوى الشخصي انا اعرفه، انا عارف اللي هو زملكاوي وانت عارف زملكاوي، بس اذاعته للمباراه متحمس جدا لينا كنادي اهلي واتكلم كويس جدا. لا هو بصراحه يعني بصرف النظر انا كنت يعني قلت ليه بقى وجايبين دي ليه بصراحه، لا يعني لا بصراحه لا لا يعني لا 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 غير وجهه نظري، وادى النادي الاهلي حقه في تاريخه، وادى النادي حقه في اللاعيبه اللي كانت موجوده على مدار التاريخ، ادى البطولات، يعني خلي بالك ممكن كان يعني وهو بيزاي يتكلم كويس لكن ما يديش حق النادي الاهلي بشكل، هو ادى يعني شخص زملكاوي بصراحه، بصراحه بنشكره يعني من خلال يعني لان كنت ظالمه قبل الماتش، وبعدين حسيت ان هو حتى لما جه فينا الجون تحس بحسرته يا جماعه عمالين نقول يا جماعه بلاش تدوا مساحات للكروس، بص هو من قبل هو قال بلاش مساحات للكروس يا جماعه، فعلا انا اتكلمت امبارح يعني بما فيه الكفايه. كابتن حسام بدري هيتعامل مع براز ازاي من وجهه نظرك انت بخبراتك؟
بص هو كابتن حسام البدري ولا حسب المباراه مع الشاب اللي حضرتك شفته قبل ما تدخل محمد هاني، قال الكابتن حسام حسب تشكيله احنا هنشوف التفكير بتاعه بقى ازاي. لا مش 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 متفق معاه في الكلام ده يعني طبعا. حسب مثلا هيلاعب محمد هاني ايه؟ هيلاعب احمد فتحي ديفندر، هيلاعبه باك رايت، بص يا كابتن هيفضل ناحيه الهجوميه، هيفضل افراد دفاعيه اكتر في نص الملعب. لا هو كابتن حسام البدري بيلعب بشكل معين وما بيغيروش، ممكن يغرض يغير اشخاص ما فيش مشكله، ممكن يحط محمد هاني ويدخل احمد فتحي ديفندر. بس هو انت تغيير اشخاص كابتن ياسر مش بيدل على مدلول معين؟ لا يعني انا لاعب ياسر ريان باك رايت، هلاعب ياسر ريان جناح ايمن كان زمان جناح الايمن، هل تغيير الاماكن ده بيدي لك مدلول؟ حسب اللاعب وامكانياته. يعني انت ممكن انا العب باك رايت وباك ليفت، امكانياتي بتدي كده، لكن ما ينفعش تحط لي مثلا راس حرب، امكانياتي بتقول اللي انا في المكان ده انجح فيه. لكن الكابتن حسام بدر الطريقه نفسها كابتن ما بيغيرهاش، الشكل العام بتاعه ما بيغيرهاش غير يعني. لا انا معاك، لكن انا بتكلم على تغيير افراد المقصود منه شيء. بص الماتش كابتن حسام البدري حتى بعد مباراه النجم الساحلي كل الناس كانت متخيله اللي هيبتدي محمد هاني الماتش اللي بعد، ما ينفع مش تقريبا في محمد هاني. محمد هاني عمل ماتش من احسن الماتشات اللي عملها قدام النجم، لكن انا عندي لعيب زي احمد فتحي لاعب منتخب مصر ومش موجود بسبب الايقاف. معنى كده ان انا عشان كسبت مباراه ابعده عن، ما ينفعش. لا خالص، انا بقول لك ممكن احطه في نص الملعب مثلا. لا ده كلام مثلا ناس ماشي اوكي، بس هو برضه شايف في نص الملعب لروحه لقلبه لكميه الجري بتاعته التسديد الاختراقات كل ده، بس انا عندي قوام هو شغال عليه وتثبيت فرقه هو شغال عليه يحصل يعني. بس بقى مطمن على واحد زي محمد هاني يعني ما يحتاج محمد هاني في المباراه هيلعبه، مش قلقان خلاص في حاجات بتاع. لكن الكابتن حسام بيلعب بالطريقه المعتاد بيها اللي هي 4 2 3 1، ممكن يغيرها حسب يعني. اقول لك اهو اخر 10 دقايق وربع ساعه في الماتش اللي جاي مع الوداد لا قدر الله النتيجه مش مساعدنا، هتلاقي مجازفه منه، هتلاقي بيلعب بدل بيلعب بفرد، هتلاقي بيلعب باثنين وثلاثه، هتلاقيه بيزود ناحيه الهجوميه، هيجاذب بالجزء ده طبيعي جدا. خلاص انا الوضع بالنسبه لي، لكن طول ما المباراه ماشيه عادي انا اعتقد هيلعب بالتشكيل اللي لعب به هنا باستثناء ممكن لا قدر الله في حتى هو علي معلول عشان بس الاصابه بالزبط. هيخلي حسين السيد موجود، احمد فتحي، سعد سمير، ومحمد نجيب، هيحط عمرو السوليه ورام ربيعه برضه، هيلعب بعبد الله السعيد ومؤمن زكريا واجاي وازار. يعني ده بنسبه 90% او 99% من الشكل العام. اخر سؤال اساله لك عشان الوقت بتاعنا، ايه المشكله لما لعبنا بعبد الله السعيد مع السوليه؟ مفيش مشكله، بس هو زودنا الحته الهجوميه، بس انت بتتكلم على ظروف مباراه ممكن اعملها ما عملوش حاجه. وممكن على فكره ممكن تحصل الماتش اللي جاي اللي انت بتقول ده ممكن يحصل، لكن انا ما باجي اغير ممكن اضطر عشان كده. ممكن على فكره من الماتش اللي جاي ممكن اسيب ازار وانزل عماد متعب يعني، وممكن احط اجاي فيرو ده يعني. بص يعني حسب سير المباراه ونتيجه المباراه، لكن في الاول وفي الاخر لعيبه النادي الاهلي عارفين مسؤوليه المباراه، عارفين هم اللي حطوا نفسهم في الموقف ده برضه يعني. لازم برضه احنا بنديلهم العذر ليه ماتش انت النادي الاهلي لعب الترجي هنا، راح لعب الترجي هناك، النجم انت بتتكلم في تقريبا اقل من ثلاث اسابيع الحمل كان كبير قوي على النادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي، والنادي الاهلي غالبا على فكره من بطوله الدوري لبطوله الكاس لبطوله عربيه، فالامور كانت بالنسبه له ضغط عصبي ونفسي قوي على اللعيب. وانت عارف اللي بيلعب مع النادي الاهلي بيبقى على طول السنه مضغوط. بالظبط. متفائل؟ طبعا ان شاء الله. ان شاء الله كابتن ياسر نجم مصر ونجم الاهلي السابق. شكرا جدا، ده بتمتعني بالحديث معاك. شكرا كابتن، ربنا يخليك يا رب. يعني ده كان الجزء الثاني من لقائنا اليوم مع النجم الكبير الكابتن ياسر ريان جناح مصر الطاهر. انت فاصل عشان نستقبل ايضا النجم، بس نجم الصحافه النقد الرياضي الاستاذ حسن خلف الله. استنوني.